حركة دؤوبة على مدار الساعة يشهدها مطار باسل الدولي في اللاذقية وفق رحلات منتظمة بين المحافظات وخارج القطر ذهابا وإيابا. يشهد مطار باسل الدولي في اللاذقية هذا اليوم حركة دؤوبة على مدار الساعة، والقادمون والمغادرون يلقون العناية والرعاية والترحيب في أجواء طبيعية مستمرة ومستقرة. الحركة الخارجية ضغط عالي جدا جدا، حتى اللي عم بيكون عندنا طيارات دائما خارج البرنامج المعتاد عليه، مثل اليوم مثلا اجتنا رحلة من القاهرة فينا منقول فل، ويعني قدوم ومغادرة دائما بالطاقة الكاملة. حركة طبيعية جدا، مليانة الطيارة بالجاية من القاهرة للاذقية ومن اللاذقية للقاهرة، مليانة بالاتجاهين. كل يجاهد أو يقاتل في موقعه ونحن نجاهد في مواقعنا. وبالنسبة للركب الطائر من طيارين ومضيفين يطبقون هذا الكلام بحذافيره حرصا على الوطن وهذا الشعب. الحركة الداخلية ضمن المحافظات تجري وفق رحلات يومية منتظمة ورحلات خارجية ذهاب وإياب من أماكن متعددة من العالم تهبط وتقلع براحة وأمن وأمان. الأحد 5:05. حضرتك رايحة ولا جاية؟ مغادرة. على مصر. والله على مصر، على القاهرة إن شاء الله. زيارة؟ اي لك عن زيارة، شوف اخواتي وراجعين ان شاء الله. كيف لقيت الاحتجاجات وحركة المطار؟ كله تمام الحمد لله رب العالمين، الله يعطيه العافية، مفضلين كلهم الحمد لله. جايين نرتاح لنا شوية ونغلب نرجع. الله يسلمك وان شاء الله بتضل سوريا بخير وجيش سوريا بخير وقائد سوريا بخير. نحن كنا سياحة وهلا اجينا، ما في أحلى من سوريانا الحلوة بالدنيا، لا هي ولا شعبها. سوريا يا حبيبتي. سوريا تحتضن زوارها وتقدم لهم الراحة والأمان وتنقلهم عبر أجوائها المعهودة والمعروفة، وتستقبل القادمين من أبنائها الذين اشتاقوا لنسمات الحنان ولأرض الأمن والسلام.